شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربائية الموحدة بالعاصمة الإدارية، ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربائية والموحدة على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة بإجمالي 228 محطة بقدرة إجمالية 59.5 جيجا واط، وذلك للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربائية على الشبكة الموحدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه. ابتدينا إصلاح منظومة الطاقة الكهربائية بصفة عامة في مصر من فترة من الزمن، من أول 2014. يمكن عملنا خطوات كبيرة جدا في تحسين القدرات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربية، وفعلا احنا وصلنا إلى قدرات بقت مستقرة الحمد لله، وعملناها في زمن قياسي. ويمكن أحد الحاجات اللي ويمكن برضو من المشارك النهاردة في التحالف اللي بيعمل هذا المشروع، أحد الشركاء هو شركة سيمنز، ويمكن الثلاث محطات العملاقة اللي عملتهم سيمنز خلصناهم في 2.5 سنين بدل ما كان بتخلص من 5 إلى 6 سنوات. حصل تقدم كبير جدا الحمد لله في إنتاج الطاقة، أيضا حصل تطور هائل في شبكات نقل الطاقة الكهربية على جميع أنحاء الجمهورية. لو تشوفي حضرتك حجم الإضافات اللي تمت للشبكة دي، من محطات محولات، من شبكات خطوط ربط كبيرة بأرقام، يعني مثلا محطات المحولات قدرتها على 500 كيلو فولت زادت 4 أضعاف القيمة اللي كانت قبل كده. وإحنا كشركاء محليين بنحاول ان احنا نساعد وزاره الكهرباء باحدث التكنولوجيات عشان خاطر تبقى عندها مركز تحكم يخلي الشبكه شبكه ذكيه، في نفس الوقت بتتحكم في الاعطال، في الدوريه، في الصيانه الدوريه او الصيانات الطارئه. فده طبعا هيحسن من اداء الشبكه جدا، هيساعد ان مصر تبقى مركز طاقه اقليمي في المنطقه. فده بالنسبه لنا احنا فخورين طبعا كشركه سيمنز اللي احنا نتعاقد ونبقى شركاء محليين لقطاع الكهرباء، وبالطبع كمصر طبعا هيبقى في استفاده ان هي تقدر لها تبقى شبكه ذكيه تقلل الاعطال وبالتبعيه تساعد عجله الانتاج.